السيسي فليتفضل. مرة تانية بسم الله الرحمن الرحيم، وبرحب بيكم جميعا أهلا وسهلا أشقاء وضيوف أعزاء علينا في مصر. وأنا الحقيقة بعد الكلام اللي اتقال ده ماليش تعليق غير إن احنا زي ما اتقال كده البيت بيتنا، في البيت المصري بيتنا، بيت للليبيين والبيت الليبي بيت للمصريين، والمصير واحد ومشترك. فاحنا الحقيقة مش هأكد على الكلمات العظيمة الرائعة اللي اتقالت من أشقائنا من الوجهاء والشيوخ والعمد، وطبعا يمكن حتى يعني لو حتى أشقائنا اللي موجودين لم تتاح لهم الفرصة، أنا متأكد أن هم برضو متوافقين معنا في هذا الكلام. أنا بس عايز أأكد لكم تاني مرة تانية على صلابة موقفنا واستعدادنا الكامل أن احنا يعني إن تنتصروا بنا فسننصركم، إن تنتصروا بنا فسننصركم. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.